فهانتوما كتشوفوا معايا غادي ندير معكم واحد الوصفه. دابا درت الحليب في الشيا سيد وغادي نخليه على الاقل واحد الساعه المدانه ونرجع معكم نخدم معكم الوصفه ان شاء الله. يلا نتلاقاو باذن الله. وهذه غادي غنحركوها ونخليوها نسدو عليها نخليوها في الثلاجه وغادي نرجع نطلع عليها ان شاء الله. صايبوا واحد الديسير ساهل ماهل صحي للناس اللي بغات وصفه الريجيم الناس اللي بغات تطيح الوزن ان شاء الله. يلا نتلاقى معكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وداز العيد ورجعت الحياه العاديه ديالها. فان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه. هو ديسير صحي اولا وثانيا كيصلح للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن. وكما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو الشيا سيد، بزاف ديال البنات طلبوني انني ندير معاهم وصفات ديال الشيا سيد فانا غادي نشارك معكم. المهم هذا الديسير ما كتحتاجوا ليه شي حاجه، العسل، اي نوع من الفواكه. انا بغيت نخدم بهاد جوج فواكه، عندي البلوبيري وعندي يعني ستروبيري الفراوله وعندي التوت الازرق. وكنت بديت معكم الفيديو وريتكم هذا الشيا سيد. الشيا سيد اللي ما كيعرفش نجيبها باش نوريها لكم. هاد الشيا سيد كنت انا غنقول لكم بالنسبه لهذه، هذه هي الشيا سيد بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوها. دابا راه كاينه حتى في المغرب الحمد لله ولات موجوده. واش كيفاش غادي نقربها لكم باش تشوفوها؟ هي هذه كيكونوا فيها الحبات هكا، اما كلهم قري اما كيكونوا مخلطين بيض وقري. المهم هي هذه راه غنيه بالالياف وهي بروتين في حد ذاتها، غنيه بالبروتين. الناس اللي عندهم مشاكل الهضم مهمه هذه اللي تكون عندهم في الدار. المهم هذا الشيا سيد مثلا عندي كاس الحليب مع نص كاس ديال الشيا سيد، يعني درتو كاس الحليب ديروا معاه نص كاس ديال الشيا سيد. اقل حاجه ممكن تخليوها في 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 الثلاجه او في شي مكان، يعني الا كان الجو بارد تخليوها اقل حاجه ساعه، اقل حاجه ساعه. كما كتشوفوا معايا هي، شوفوا الحبات ديالها كيفاش كيوليو مع هذا الحليب هذا. يعني بغيتو ديروها حتى بالماء ممكن ديروها حتى بالماء، فهي اصلا ملي كدار في الماء كتبدا تنفخ. انا دابا غادي ندير معكم شي شويش في الماء وغادي نخليها على ما نسالي معكم الفيديو غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي. فهمتوا دابا درت هنايا شي شويه ديال الشيا سيد وغادي نخليها، غادي نحركها وغادي تشوفوا نوريكم كيفاش غادي تولي. نخليها من هنا للخط ديال الفيديو غير باش تعرفوا، حيت الا بغيتوا تستعملوها حتى مع الماء ممكن تستعملوها مع الماء. صافي غادي نخليها ونكملوا الوصفه ديالنا. المهم هذه انا خليتها ممكن تخليوها ساعه حتى من ساعه حتى تبات ليله كامله في الثلاجه. فانا هذه حيت وليت كنستهلكها بزاف فدرت كميه كبيره. وغادي ندير معكم واحد الديسير في الوقيته فاش ديروها مع الحليب وتبيتوها ديروا قياسكم ديال العسل الا بغيتوا ديروا، ولا السكر، ولا هي بزاف كتخدم بدانون بوحديتو هكا كما كتشوفوها تزيدوها على دانون وتاكلوها. كنت درت واحد الشرب كديسير بهاد الشيا سيد، ممكن نخدموها هكا اي نوع ديال الفاكهه. دابا هذه بيتناها تقدر الحليب باللوز، حليب الجوز الهند، اي حليب بغيتو ديرو. وغندي انا هنايا عندي هنايا البلوبيري وعندي الستروبيري بجوج بهم بغيت نخدم بهم. شنو غنديروا لهاد؟ غادي ندير شويه ديال العسل اللي ما كانش حلو هذا غنطحنو، غير غنديروها بيوري يعني معجون ديال اي فاكهه. غادي نطحن هذه وغنطحن هذه ونرجع نكمل معكم ان شاء الله الوصفه. فرجعت معكم انا ما زدتش هنا العسل لان الفاكهه عندي حلوه، جبت هذا الكيسان فاش غادي نقدم الغرام ديال الفلون او اي حاجه. وديك الساعه كديروا فيهم قياسكم ديال زعما العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا. انا شخصيا كيعجبني الزوين كيجي، جربوه البنات، جربوه اول مره، جربوه مع دانون وجربوه مع الفاكهه وكيدار حتى مع الاوتميل، ولكن خصكم تجربوه بعدا وعاد تشوفوا لا عجبكم. حيت هاد سبحان الله هاد التكستور ديال ملي كيولي بحال هكا كاين الناس اللي ما غاديش يعجبهم، ماشي كلشي غادي يعجبو، يقدر شي ناس يجيهم مرطاب، يقدر ما عرفش. المهم الانسان كيجرب ويحكم.
صافي هنا كديروا الفاكهه اللي بغيتو. مازال نشارك معكم اشكال اخرين ان شاء الله. عندنا هنايا تسنيم راجلي كيبغي البلوبيري، انا كيعجبني ولكن كنفضل هذا. نعاود نزيد تسنيم حيحة كتهضر مع صاحبتها دايرين فيديو. صافي التزيين كيبقى اي فواكه جافه او مكسرات او انا غادي نجيب غتقدر انا ديالي غادي نمسحهم، يبقى لي غير التزيين. نزيد واحد اخر ممكن نحط الفراوله هي الاولى باش نوريكم الفرق. مبقاش بزاف ديال الفريز ماشي مشكل. اوبس سبحان الله. يا سلام بسم الله. صافي التزيين كيبقى اختياري، انا غادي نجمع هاد الروينه ونرجع معكم. صافي هذا هي الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا، هكا كيجي. ها نتوما كتبان لكم باش كتبان لكم الشيء يا سيد سبحان الله العظيم. شوف كيفاش كتولي، وهذا البلوبيري سبحان الله. هنايا غادي نرجع نوريكم كيفاش رجعت هذه. شوفوا كيفاش كتولي مع الماء، حتى مع الماء تقدروا تشربوها. كاين الناس اللي كيشربوها في الصباح هي الاولى، خاصه الناس اللي عندهم مشاكل ديال الجهاز الهضمي. صافي سبحان الله. شوفوا كيفاش كيولي الكاس كيفاش كتولي. صافي هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى ربي تجربوها وتردوا عليا كيفاش جاتكم. كنقول لكم شكرا على المتابعة دائما، نقول لكم دمتم في أمان الله. السلام عليكم.